أحسن الله إليكم. تقول في سؤالها الثالث: إذا فاتت المسلمة صلاة المغرب ودخل المسجد والإمام يصلي العشاء، فهل يجوز أن يصلي معهم بنية المغرب؟ وكيف يفعل والإمام يزيد عنه بركعة؟ هل يسلم في الثالثة أم ينتظر حتى يقضي الإمام صلاته؟ هذا يصلي المغرب، يصلي المغرب وحده، أو إن وجد جماعة مثل فاتتهم صلاة المغرب يصلونها أولا، ثم يدخلون مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء ويكملون بعده. نعم.